حاسس ان ربنا خلاني عينيا علشان تشوفك انت وبس، قلبي حطه جوه ضلوعي علشان يحس بيك انت وبس. ربنا ما يحرمني من حنيتك دي ابدا، ده انا نفسي وانا مره واحده في حياتي احسسك ان انا ست. نفسي كده حاله لنفسي تطمني وتصدقي ان مهما الدنيا ضاقت بيا احس ان انا خلاص قربت اموت، بلاقيكي اخر نفس بقي لي. ربنا يكبر بخاطرك زي ما انت بتقول. الحمد لله. كابتن جلال، الحاج سلطان. امسك نفسك. مين مات؟ اقعد ارتاح الاول يا حاج سلطان. الميت ده عندنا؟ طب استهدى بالله حاج سلطان وخد نفسك، تعالى اقعد. اقعد ايه؟ لا اله الا الله. في البقاء لله يا حاج سلطان، ربنا يصبرك. في ايه؟ وفي ايه؟ في ايه؟ مين اللي مات؟ حد يرد عليا. مين اللي مات يا أمينة؟ هدى، هدى راحت يا سلطان. يا حسرة قلب عليك يا هدى. بنتي. عاشت شقيانة وماتت محصورة. هدى. دخل حد يجيب كوبايه ميه. يا بنتي حبيبتي. خال خال. يا هدى، يا حبيبتي، يا حسرة قلبي عليك يا هدى. انا مش قادره ارضع، انا مش عايزه حاجه غير امي، انا مش عايزه حاجه غير امي. يا رب يا رب يا رب. في ايه؟ مالها شهد يا دكتور؟ مش عايزه حاجه غير امي. في ايه يا شهد؟ بطنك فيها جرح، ما ينفعش كده يا حبيبتي. اهدي شويه، البنت كده هتتسرع، حرام. يا رب يا رب. من فضلك يا دكتور اديها اي حاجه تهديها، جدها تعبان بره وجدتها على اخرها ومحدش مستحمل. وبعدين بقى يا شهد، اديك شايفه باباكي عامل ازاي، مستحمل كل ده علشانكم، اتعلمي منه يا شهد. ايه دي حبيبتي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.